أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منبر الرافدين. الجامعات الأهلية في العراق، لماذا ازداد عددها بعد الاحتلال الأمريكي؟ ما هي الجدوى من الجامعات الأهلية؟ وما هي الضوابط العلمية والأكاديمية لهذه الجامعات؟ هل هناك خططا محكمة من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي في العراق وراء هذا العدد الكبير من الجامعات والكليات الأهلية؟ أليس عدد الخريجين أكبر بكثير من أن يستوعبهم سوق العمل في العراق؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة اليوم بعنوان الجامعات الأهلية بوابة للعلم أم للاستثمار فقط؟ دعونا نتابع معا هذا التقرير حول الجامعات الأهلية في العراق ونعود إليكم. هذا استعراض سريع حول الجامعات الأهلية في العراق. الجامعات الأهلية بوابة للعلم أم للاستثمار فقط؟ هذا عنوان حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المشاهدين، حيث تتزايد الكليات الأهلية العراقية بينما تتناقص جودة مخرجاتها التعليمية ويعاني خريجوها من تدن في مستوياتهم العملية والعلمية كما يشير إلى ذلك مختصون وباحثون. وضعت الحكومة العراقية السابقة منذ نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي خطة استراتيجية للقطاع الخاص حددت بموجبها التعليمات والضوابط والسياسات التشجيعية التي تبنتها آنذاك لتشجيع الاستثمار في مجال التعليم الجامعي الأهلي ضمن مخطط ينطلق من أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية ليست تنافسية بل تكاملية بهدف استيعاب تزايد عدد خريجي الثانوية العامة المقبلين على التعليم الجامعي، كما يوضح الدكتور محمد طاقة الباحث في العلوم الاقتصادية وعميد كلية بغداد للعلوم الاقتصادية. بلغ عدد الكليات الأهلية بين عامي 1988 وحتى عام 2000 بلغ 10 كليات فقط وفق ضوابط صارمة، وكانت تضم نحو 20,000 طالب فقط. لكن ارتفع عدد الكليات الأهلية بين أعوام 2004 و 2019 ليصل إلى 75 كلية أهلية بمقابل 35 جامعة حكومية عراقية فقط. وإذا ما قارنا بين عدد الكليات الأهلية مقابل الحكومية فسنجد بأن الأهلية أكثر من الحكومية، فكليات طب الأسنان الأهلية وصلت إلى 30 كلية مقابل 20 كلية حكومية، وكليات الهندسة الأهلية وصلت إلى 58 كلية والحكومية 37 كلية. وعدد أقسام الصيدلة في الكليات الأهلية وصل إلى 25 وفي الجامعات الحكومية إلى 21 كلية، إلا أن كليات الطب البشري الحكومية بلغت 33 في حين أن الأهلية 3 كليات فقط. وبحسب أرقام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق فإن التزايد في عدد الكليات الأهلية أدى إلى مشاكل كبيرة، منها
المردود السلبي على كفاءة إنتاجيتها التربوية والعلمية وارتفاع عدد الخريجين بشكل كبير، كما يقول الدكتور محمد طاقة عميد كلية بغداد للعلوم الاقتصادية. التعليم الأهلي لا يزال دون المستوى المطلوب بسبب رغبة بعض الكليات في تحقيق الربح السريع على حساب نوعية التعليم، بحسب تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق قصي السهيل. قانون التعليم العالي الأهلي في العراق رقم 25 لعام 2016 ولد فوضى في قطاع التعليم وصب بمصالح المتنفذين والمستثمرين، وانعكس سلبا على مستوى الخريجين من الكليات والجامعات الأهلية، كما يشير مختصون في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أما من أسباب تدني كفاءة خريجي الكليات الأهلية، من أبرزها تدني معدلات القبول وغياب التخطيط الحكومي مقارنة مع معدلات القبول بين الكليات الحكومية والأهلية. نستعرض لكم بأن الكليات الحكومية بالنسبة لطب الأسنان فيصل المعدل إلى 99%، بينما في الكليات الأهلية فيصل المعدل إلى 83%. في كليات الهندسة في الحكومية يجب أن يكون الطالب قد وصل إلى معدل 96%، أما في الأهلية فيمكن أن يقبل بمعدل 60% فقط. كلية القانون في الحكومية يجب أن يكون الطالب لديه معدل بين 84 إلى 91%، أما في الأهلية فيمكن أن يكون لديه 50% لدخول هذه الكلية المهمة. طبعا المصدر كان من دليل القبول المركزي بالكليات والجامعات الحكومية والأهلية في العراق لعام 2020 و2021. ترتب على هذا العدد الكبير بالكليات الأهلية إلى وجود فائض من الاختصاصيين لخمس سنوات دراسية قادمة من خريجي الجامعات الحكومية والأهلية. فعلى سبيل المثال هناك نحو 23 طبيب أسنان، أو أكثر من 23 طبيب أسنان، وأكثر من 61 ألف صيدلاني بحسب لجنة مجلس الوزراء رقم 92 لعام 2020. اللجنة الوزارية أوصت بتقليل خطط القبول في الجامعات الأهلية والحكومية لتخصصي طب الأسنان والصيدلة، بينما أيدت استحداث كليات أو أقسام للطب العام في بعض الجامعات الحكومية والأهلية. هذه التوصيات اعتبرتها لجنة الصحة والبيئة النيابية غير دقيقة، خاصة فيما يتعلق بزيادة القبول واستحداث كليات الطب البشري الأهلية. ارتفاع عدد الكليات الأهلية أدى إلى تدمير مهني ممنهج، كما تصفه لجان نيابية في البرلمان. وقد خرج العراق من مؤشر جودة التعليم العالمي بحسب أرقام المنتدى العالمي الاقتصادي دافوس لعام 2021. عدد طلاب الجامعات الأهلية يصل اليوم إلى نحو 220 ألف طالب، بينما تم قبول 147,606 طلاب وطالبة في الجامعات الحكومية العراقية ضمن القبول المركزي للسنة الدراسية 2021 و2022. الجامعات الأهلية إذن هل هي بوابة للعلم أم للاستثمار فقط؟ نرحب بمشاركاتكم معنا حول هذا الموضوع، موضوع الجامعات الأهلية في العراق. معنا اتصال. أم أحمد من النجف، أرحب بك أم أحمد. يعني في ظل هذه التقارير والأرقام الحكومية والبحثية كذلك والعالمية، نجد بأن الجامعات الأهلية يعني فاقت بعددها عدد الجامعات الحكومية. هل هي بوابة للعلم أم أنها للاستثمار فقط؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يخليكم وتسلمون. بداية يعني أنا ما أحدد فقط، أقول المظلمة ما صارت فقط كمتاجرة على كليات الطب والصيدلة. للأمانة أيام قبل الثمانينيات التسعينيات كانت كلية اللغات
جامعة بغداد، مع العلم أنا يعني مجموعة الصيدلة ما صيدلة والمجموعة الطبية مجال عملي. لكن للأمانة كلية اللغات وكلية الهندسة المعمار في الوقت اللي كانت تريد فيه معدلات 96 فما فوق، كانت المجموعة الطبية تقبل 85. فغاية بالكلام ترى مو بس هذا المجال، يمكن الإنسان يقول شلون تحكي هذا الحكي ويا مجال، مو بس هذه الاختصاصات ضرورية، هاي وحدة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، فوق بعض مو معناها أنا أفضل من غيري، أنا محتاج غيري. نعم. ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني من باب الإنصاف هذا أمر، أدروني إذا طرقت هذا الموضوع. احنا ذكرنا على سبيل المثال طب الأسنان والصيدلة وكذلك القانون، يعني القانون اللي عنده معدل 50 ممكن يدخل إلى جامعة أهلية، وهو اختصاص مهم جدا يتعلق بمصير وحياة ناس في المجتمع. هذا المجال أستاذ أمر، كل الدراسات وحتى المهن العامة هي ظلمت. المهم كلامنا على الجامعات. نعم. الجامعة في بداية تكوينها طبعا أحدى الجامعات في محافظة النجف اللي هي جامعة أهلية بدأت تستقبل طلاب ومن غير ما تستلم أي أوراق رسمية، بحيث يجي الطالب يريد يشوف أكو ورقة رسمية بالإجازة مالتها من وزارة التعليم العالي، ماكو. فالدفعة الأولى أتذكرها كانت 2006-2007 اللي هم المرحلة الأولى، أقصد مو دفعة التخرج. نعم. صاروا ثاني، صاروا ثالث، وأي ورقة رسمية بالإجازة ماكو. كيف اشتغلت هاي الجامعة؟ جامعة ثانية اللي هي يترأسها أو عائدتها عائدات عوائدها ترجع المالية إلى شخص تابع لإيران، بالعفو يعني ما شوية أنا أدرون حتى صحتي مو تمام. هاي حتى هيكلية إدارية ما بيها أستاذ عمر. نعم. وتشتغل لحد الآن تشتغل هيكلية إدارية بالجامعة ماكو. هيكلية إدارية للموظفين، للأساتذة، للمحاسب، ما تعرف شنو هذا اللي يشتغل شنو شغله، ما تعرف من تريد تروح تقدم شكواك، لمن تشتكي، ما تدري، موجودة لحد الآن بنجر جاي تشتغل. فغايتي بكلامي يا أستاذ عمر أنه أنا ما أخلي المسؤولية فقط على اللي إجا راضي تاجر بي أنا براسي. أنا راح تسمح حتى يتاجر براسي أستاذ عمر. يعني الناس اللي تروح تطي مئات الملايين هاي غير الدراسات اللي درسوها جابوها شهادات من جامعات غير معترف بها عالميا. نعم. يعني احد رؤساء جامعه الكوفه، وانا مسؤوله عن كلام استاذ عمر، احد رؤساء جامعه الكوفه طبعا من اصحاب الشهادات الراقيه اللي هو الجامعه الملكيه البريطانيه، مو شهادات هذا الوقت. نعم. فتره من فترات بدا ما يستقبل الطلاب اللي يجون خريجين اوكرانيا. نعم. اللي يردون يقدمون على تعيين او مثلا يردون يكملون دراستهم بجامعه الكوفه. لان بدا يرفضهم فاثر على نماذج معينه من اهل الكراسي طلعوهم من الصدر. ما خلوا. زين ام احمد، يعني نعم، عندما يصل عدد الكليات الاهليه، الجامعات والكليات الاهليه الى 75 كلية، يعني عدد يفوق الجامعات الحكومية، أكيد هذه الجامعات الحكومية الأهلية عفوا حصلت على موافقات من وزارة التعليم العالي وفتحت هذه الجامعة أو تلك الكلية، يعني بالأخير هي موافقة من قبل جهة مختصة. هاي الجهة المختصة ما عندها ناس، يعني اليوم احنا نقرأ ونشوف أنه هناك تصريحات من قبل وزير التعليم العالي، من قبل يعني مسؤولين في وزارة التعليم العالي ينتقدون أداء هذه الكليات. زين ليش أنتم اعطيتوهم موافقات لفتح هذه الكليات والجامعات؟ ما عرفتوا بأنه إمكانية البلد ما تتحمل هذا العدد من الخريجين وبأنها لا توافق المعايير الأكاديمية؟ زين ليش انفتحت؟ نعم. كل عفو، انت اختصرت الكلام. هو اللي انطاهم الرخصة هو منه اساسا؟ هو اللي انطاهم الرخصة منه؟ تابع لمتابع. انا سبق وطرحت برنامجكم. نعم. قلت لكم كل اللي جاي يشتغلون عارفين جاي يشتغلون مشتركين بهدم البلد، بس مع الاسف الناس هي كانت المعول بهدم العراق من بداية السقوط. أول ما كانت تنفتح المدارس الأهلية والحكومية. لا. والجامعات أستاذ عمر، والله يعني أنت من مكانك تقول تحكي أمانة الله، فكنت أحكي أقولهم يا بترى أنتوا راح تعرفون بالسنين القادمة هاي الأموال اللي راح تنطوها شقد راح تهدمون بيها بلد كامل أنتوا يا الناس،
وراح تستغيثون وما حد يسمعكم. نعم. ثق بالله العظيم واحكيها بقناة فضائية محترمة، والله يضحكون على عقلي وما استنكت من احكيها. نعم. يقولوا لي أم أحمد الجواب كلش متدني، أنت تغنين وحدك. هاي النتائج. شكرا لك أم أحمد من النجف كانت معنا. طبعا بالنسبة للإنفاق على التعليم في العراق، ينفق العراق أقل من 10% من ميزانيته العامة على التعليم الأولي والعالي مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة، وتمثل رواتب المدرسين والموظفين حصة عالية نسبيا من الإنفاق على التعليم العام بما يعادل 93%، بينما يخصص 1% فقط من ميزانية الاستثمار في العراق لقطاع التعليم وفق تقرير البنك الدولي بعنوان معالجة أزمة رأس المال البشري مراجعة الإنفاق العام لقطاعات التنمية البشرية في العراق الصادر في مايو آيار من 2021. وبحسب بحث نشره معهد إيرس للدراسات الإقليمية والدولية بالجامعة الأمريكية في السليمانية في بداية العام الحالي 2022، قال بأن إحدى العوامل المهمة التي أدت إلى نمو قطاع التعليم الأهلي في البلد هو إهمال الحكومة لقطاع التعليم العام، حيث تناقص الإنفاق على التعليم العام منذ العام 2014 صعودا رغم تزايد عدد الطلاب الانفجاري سنة بعد أخرى. ومنذ العام 2014 تراوح مبلغ الإنفاق السنوي على التعليم بحدود 10 تريليونات دينار، ما يقارب 6.75 مليار دولار، تذهب منها 7.5 تريليون دينار عراقي لوزارة التربية، في حين تذهب 2.25 مليار دينار عراقي إلى وزارة التعليم العالي. هذا المبلغ لا يتناسب كما قال البحث في الجامعة الأمريكية في السليمانية مع متطلبات الأعداد المتزايدة للطلبة، حيث أن الكليات الحكومية لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد من الطلبة التي تزداد بمعدل 4.4% سنويا، في حين تزداد النفقات الحكومية على القطاع الأمني والعسكري في الوقت الذي انتقل فيه البلد لمرحلة ما بعد الحرب والتنمية. معنا اتصال ريا من الولايات المتحدة الأمريكية. ريا، الجامعات الأهلية في العراق هل هي بوابة للعلم أم للاستثمار فقط برأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية للمشاهدين الكرام وكل القائمين على هذه القناة الغراء. بالنسبة للجامعات الأهلية كما وصفها أحد الباحثين بهالمجال مجرد تكاكين أو دكاكين لبيع الشهادات، وهذا طبعا شيء ما نستغربه إذا العراق أصبح سوق لترويج كل الأشياء حتى الشهادات وكل شيء. فمع الأسف هم الدين سووا تجارة، يعني التعليم شلون ما يسووا تجارة؟ كل شيء بالعراق حاليا يتاجرون به. ولا يخفى على الجميع الشهادات المزورة اللي هم جوي بيها، فطبعا ما يريدون ناس عندهم رصانة علمية وناس أكفاء، طبعا ما يريدون. نعم. يعني لماذا الإنفاق المتدني بالنسبة للتعليم العالي؟ يعني هناك جامعات أهلية تفتح بشكل كبير بينما الجامعات الحكومية تقريبا على وضعها دون توسيع في مقاعدها الدراسية، دون زيادة في نسبة البحث العلمي. معروف بأن العراق يعني خارج من مؤشر جودة التعليم العالمي بسبب من أحد الأسباب الرئيسية هو ضعف الإنفاق على موضوع البحث العلمي في العراق. لماذا لا تولي الحكومات المتعاقبة أهمية لهذا الموضوع؟ لأنه التعليم العالي وهاي المؤسسات المهمة تعتبر الجهاز العصبي المركزي للدولة، يعني كأنه بمثابة الدماغ من جسم الإنسان، كذلك التعليم العالي. نعم. العراق يعني تم مع الأسف يعني تدميره من كل النواحي وبالأخص بهالمجال. نعم. والناس اللي تريد منفعة البلد ما همشوهم وما بقى لهم وجود، والناس
اللي كانوا حتى الأساتذة الجامعيين اللي لهم قيمة، ومع احترامنا لكل الأساتذة الحاليين. بس يعني بعد أن الناس المحترمة واللي تعبت وما لها مكان ولا لها تقييم، والجامعات عبارة عن سوق، كأنه مثل ما سووا بال يعني هاي الدراجات النارية يجيبوها. من قبل شوية سألت المتصلة تقول هل وش يعني يفتحون الجامعات والشهادات غير معترف بيها، هم دراجات نارية يجيبوها بس مجرد ينتفعون من تسويقها بالعراق، وما ينطون ما يخلون العالم تطرق فيها بالشوارع. وكذلك الشهادات يعني مجرد بس امتصاص لأموال الشعب. هناك أرقام هناك أرقام تتحدث بأن أغلب الجامعات الأهلية الموجودة اليوم في العراق على الساحة هي تتبع لأحزاب متنفذة ولميليشيات. هل تقوم هذه الأطراف المتنفذة بالضغط على وزارة التعليم العالي لاستحصال هذه لاستحصال الموافقات لافتتاح هذه الجامعات؟ بالتأكيد إذا يعني أتمنى تسلطون الأضواء على رسالة علاوي وزير المالية اللي استقال وكشف أنه البلد واصل المرحلة أنه الوزارات عبارة عن أماكن ما أماكن أشباح الناس المتنفذة والناس اللي حتى من خارج الحدود دا تدفع بإصدار قوانين وتمويل الأشياء أصلا ما إلها معنى، مجرد للاستثمار. وكذلك بالنسبة ولو أطول عليكم الجامعات يعني الجامعات الأهلية الغرض منها استنزاف أموال الشعب كما هو الحال بكل بقية المجالات بالحياة بالعراق. طبعا الأقساط في الجامعات الأهلية مرتفعة جدا. شكرا لك ريا من الولايات المتحدة الأمريكية. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي منبر الرافدين بعنوان الجامعات الأهلية في العراق، بوابة للعلم أم للاستثمار فقط؟ فاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أهلا بكم من جديد. يشير التقرير التابع للجامعة الأمريكية في السليمانية إلى أن المشكلة ليست بالتخصصات القليلة فقط، ولكن في المجال في المجالات التي تصرف فيها هذه المبالغ، حيث أن ميزانية التربية تركزت خلال المرحلة ما بين 2014 إلى 2021 على تسديد رواتب موظفي التربية والنفقات على السلع والخدمات، أما الاستثمارات الضرورية في إدامة المنشآت التربوية والتكنولوجية وبناء المدارس والجامعات خلال تلك المرحلة فقد تراجعت إلى حد الإهمال. يجيز قانون التعليم العالي الأهلي في العراق رقم 25 لعام 2016 لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعد استكمال كافة متطلبات التأسيس منح إجازة تأسيس الجامعة أو الكلية أو المعهد الأهلي لأي من الجهات الآتية: حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير من المتقاعدين أو من غير الموظفين ممن هم بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل، على ألا يقل عددهم عن 9 أعضاء لتأسيس الجامعة الأهلية، و7 لتأسيس الكلية الأهلية، و5
لتأسيس المعهد الأهلي، بالإضافة إلى الجمعيات العلمية أو النقابات المهنية ذات الاختصاصات العلمية والتربوية والثقافية، على أن تستوفي شروطا يذكرها القانون في الفقرة الأولى من المادة الرابعة. ينتقد الدكتور أحمد الإمارة المتخصص في إدارة التعليم العالي وضمان الجودة والذي يعمل في جامعة الكوفة الأهلية عدم وجود خطة دقيقة لاستحداث كليات أهلية بما يتناسب مع حاجة المجتمع إلى اختصاصات معينة، وإنما يفرض القانون شروطا كلما توافرت عند جهة معينة يجوز لها تأسيس كلية أهلية، ومنها شروط كأن يكون لها مساهمات واضحة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أن تكون ذات قدرة مالية لتهيئة المتطلبات كافة التي تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة، ما ولد فوضى في قطاع التعليم تتماشى مع مصالح المتنفذين والمستثمرين وانعكس سلبا على مستوى الخريجين من الكليات والجامعات الأهلية. ويؤكد حسين العبدلي مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن القانون يتضمن ثغرات عديدة تحتاج لمعالجات سريعة من قبل البرلمان لتغييرها، كمتطلبات التأسيس وإعطاء السلطة المالية والإدارية للجامعات والكليات الأهلية. معنا اتصال أبو أحمد من بريطانيا. أبو أحمد، كيف ترى أداء الجامعات الأهلية ومن المسؤول المباشر عن هذا التراجع في يعني جودة التعليم في هذه الجامعات ونوعية مستوى الطلاب الخريجين من هذه الجامعات بكافة الاختصاصات؟ تحية لك دكتور عمر من قناة الراقية. يا هلا دكتور عمر، انا خل احكي لك بس على زمننا احنا. نعم. وزارة التربية تخرج يروحون وزارة التعليم تستلمهم. من لم يحصل على مقعد دراسي يروح عسكرية. نعم. اخاف واحد يعني فد مرور سريع تمر عليه. نعم. وبعدها وزارة التعليم العالي ينهي جامعته. وزارة التخطيط ووزارة الدفاع، أي شخص تعينه الذكور يروحون عسكرية، الأناث يتم تعيينهم ضمن الحاجة الفعلية للبلد. نعم. ما كان رفعت 2003 غياب، هذا كان أكو تنسيق. نعم. بعد بين وزارة التربية وزارة حسب التعليم العالي حسب ضوابط وخطط. أحسنت. نعم. يعني هذا إحنا جينا اللي إحنا عشنا به يعني. نعم. ضمن بالضبط الضوابط، وماكو واحد يطلع يدرس بالخارج إلا بعثة أو من المتفوقين، وماكو واحد يعني يقول لك أنا أطلع على حساب يطلع على حساب يعطون، حالات خاصة جدا يعني بعد. نعم. ما جرى بعد 2003 فتحوا جامعات كلها لأغراض شخصية وحزبية. يعني مثلا بالنجف فتحوا جامعة خرجت وبعد وزارة التعليم العالي ما معترفة بهم. يعني أنا أتذكر جامعة تكنولوجية شلون اعترفوا بها وقتها، من يعترف بها؟ نقابة المهندسين، ما تعطيك هوية نقابة مهندسين إذا أنت ما متخرج من جامعة على الأقل إنه وحداتها الدراسية تعادل في الجامعة عالمية. أتذكر جامعة تكنولوجية تم اعتبارها جامعة معتمدة، شافوا وحداتها الدراسية تعادل وحدات جامعة أكسفورد. يعني أنت مفتح جامعة أهلية 10 ساعات بالأسبوع تعلمهم سوليتير وتعطيهم شهادة هندسة بالكهرباء، هاي وين صايرة؟ نعم. لا زمان صايرة هاي. زين أنت شخص آخر يجي يستولي على جامعة البكر اللي خرجت خيرة الكوادر الأركان العسكرية. نعم. تفتح لي بها جامعة وتخرج بها أعداد هائلة جدا دون النظر إلى أنه شنو المستوى شنو. أنا أتذكر من الطرائف في اليوم وعدة سقوط خابرني واحد قال لي أقول لك ليش ما تجي تقدم على الجامعة الهولندية؟ قلت له أبغى شنو الجامعة الهولندية؟ قال لي كنا تحسب لك أيام وأشهر وتاخذ شهادة عالية. فجأت في مرحلة من المراحل إنه جزء كبير من أعضاء مجلس النواب محصلين هاي الشهادات اللي تسمع بها دكتور وماجستير من الجامعات الأهلية. لا. واللي أنا أتذكر في زماننا ما كان ينقبل ماجستير إلا يطلع بالدبلوم العالي 70، هاي أتذكرها ولا أنسى طول حياتي. يعني لازم بالدبلوم العالي يطلع 70 يلا ينقبل ماجستير. نعم. فلذلك انا اتذكر عندي اصدقائي لحد الان بس اخذ دبلوم ما قدروا يبدوا ماجستير. نعم. اكو مصيبه اخرى الان في بريطانيا، جاب رهيبه جدا، عفوا جاب. نعم. راح يصير فجوه كبيره جدا
بين التعليم بالعراق والتعليم بالخليج العربي اللي هو جيراننا. نعم. تدري ان دولة دول الخليج دا ترسل طلاب بالأطلة الصيفية 3 شهور يدرسون لغة إنجليزية يكونون نفسهم. نعم. وترسل بشكل مستمر بعثات دراسية لدراسة البكالوريوس. نعم. والدراسات أخرى راح يصير عندهم جيل من المتعلمين تعليم رصين حقيقي، بالمقابل راح يصير عندنا جيل من المتخلفين واللي بس يحمل شهادة ولا يحمل أي محتوى من الشهادة اللي محصل عليها، والسبب هو تدمير متعمد وللأسف. نعم. وأي سؤال عندك أنا مستعد. شكرا لك أبو أحمد من بريطانيا كان معنا. معنا أبو يوسف من الدنمارك. أبو يوسف، لماذا ازداد عدد الجامعات الأهلية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق برأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام عمر. ورحمة الله. أهلا وسهلا. تحية لك وحياك الله. أهلا بك أستاذ عمر. نبدأ من البداية. قبل 2003 كان بالعراق، ذكر بغداد، كان جامعة كليتين أهلية اللي هي كلية الرافدين وكلية التراث، وكان اللي ما يجيب يعني درجات عالية كان يروح لهذه الكليتين لأن كليتين أهلية. نعم. وبنفس الوقت كان هناك قبل 2003 كانت أكو الإعداديات الصناعة وإعداديات التجارة وإعداديات الزراعة. نعم. تخرج كوادر وسط. بعد 2003 تعرف الفوضى اللي صارت وحالة الفلتان وحالة الفشل. أنا طبعاً ويا يعني ما أقول بهالكمية هذه من الجامعات، بس أنا أقول هاي الجامعات لو كان موجود بالعراق مثلاً مصانع، مثلاً اقتصاد، مثلاً زراعة، مثلاً عندك يعني هو هذا السماح من قبل وزارة التعليم العالي لافتتاح هذا العدد الكبير من الجامعات، وكلنا نعرف بأن سوق العمل في العراق لا يستوعب هذه الأعداد الكبيرة بسبب كما أنت أشرت بسبب محاربة الصناعة، ليس هناك استثمارات في مجال الصناعة أو في الزراعة. على أي أساس تقوم وزارة التعليم العالي إذن بإعطاء الموافقات الرسمية لافتتاح هذه الجامعات الأهلية؟ أستاذ عمر، هناك 1000 مصنع مغلق أولا. ثانيا نعم. أنا أعتقد أنه هذه الحكومة أو هذه اللي محسوبة حكومة بالعراق تلقي هذه الموافقات لفتح الجامعات لأولا لإلهاء الشعب. صراحة يعني كان ذكر كان الطالب يخلص الجامعة يروح عسكرية، ورا العسكرية يطلع وزارة التخطيط كانت انتهيت لهم كل واحد يروح باختصاصه يشتغل. نعم. بس انا اعتقد انه هذه الجامعات اللي هسه بالعراق صارت، لان هي اعتقد هي كلها فوضى، انا اعتقد انه هي صارت مثل الهاء للشعب. نسبه الشباب بالعراق، نسبه الشباب بالعراق من عدد السكان هي 60%، فتصور انت لو هذول الشباب ما يروحون بهذه الجامعات وين راح يروحون؟ يعني اكيد راح يعني راح يشوفونهم شيء ثاني. نعم. فأنا أعتقد إنه هاي الجامعات تقوم الموافقة حتى يساعدون هاي الكمية من الشباب، وأعتقد إنه يعني دون النظر إلى 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 جودة التعليم أو المهنية والأكاديمية في هذه الجامعة. أستاذ عمر. نعم. قبل فترة هنا بالدنمارك. نعم. جابوا 500 دكتور عراقي. نعم. جابوهم وأنا قابلتهم وشفتهم وحكيت وياهم. كانت البيئة اللي يشتغلون بها بالعراق بيئة فاشلة. نعم. المستشفيات تعبانة. نعم. والحياة رواتب قليلة والأمان ماكو، فأكثر اللي بيأخذون شهادات هسه يا أما يبقى بلا شغل بالعراق أو يطلع خارج العراق يشتغل. فأنا أعتقد أنه هذا البرنامج أنه يعني يراد له تسلسل، يعني جامعة ثم عمل، او نسبة المتقاعدين اللي يطلعون مثلا اذا يطلعون 100,000 متقاعد كل سنة راح يتعين بمكانهم 100,000 خريج. نعم. بس احنا بالعراق ما عندنا هذا الشيء، فلهذا السبب هي فوضى صارت. نعم. شكرا لك أبو يوسف من الدنمارك كان معنا. طبعا يؤكد حسين العبدلي مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق بأن القانون يضم
ثغرات عديدة تحتاج إلى معالجات سريعة من قبل البرلمان لتغييرها كمتطلبات التأسيس وإعطاء السلطة المالية والإدارية للجامعات والكليات الأهلية بحيث يمكنها التحكم بالأقساط الدراسية لزيادة مرابحها كما تريد، قائلا لدينا تحفظ كجهة وزارية في هذا الشأن، ولكن هذا ما تم تشريعه وفق القانون، ولدينا الرغبة في الكثير من التعديلات لتكون السلطة المالية الكاملة لوزارة التعليم العالي على الجامعات والكليات الأهلية من خلال وضع حدود معينة للأقساط تتناسب والوضع الاقتصادي للبلد. لمن تتبع الجامعات الأهلية؟ كشفت مصادر صحفية بأن الجامعات الأهلية في العراق هي عبارة عن مشاريع لتمويل الأحزاب والميليشيات النافذة في البلد، ومن يديرها هم أدوات وواجهات تابعة لهم. وأكدت بأن المصادر بأن هناك 21 جامعة في العاصمة بغداد وحدها، منها 16 جامعة تعود ملكيتها لأحزاب وكتل سياسية، وأن مشاريع بناء العديد من الجامعات الأهلية في العراق لا يختلف عن عمليات غسيل الأموال التي تحصل عليها هذه الميليشيات والأحزاب النافذة بطرق غير شرعية. معنا اتصال محمد من بغداد. محمد، كيف ترى الجامعات الأهلية في العراق؟ هل هي بوابة للعلم أم للاستثمار فقط؟ مرحبا بك. بالبداية تحية لك. حياك الله دكتور عمر. أهلا وسهلا. قناة الرافدين. أهلا وسهلا بك دكتور. هو مجال الاستثمار، يعني حال حال المولات، حال حال القطاع الآخر اللي هذول الأحزاب اللي استحوذوا عليها، إطارات ودوائر الدولة وكل وزارات العراقية الموجودة حاليا تحت أمرة الأحزاب تشتغل، ما فيها فائدة. فبالنسبة للكليات الأهلية، أو الفرق بين الكليات الأهلية والحكومية، هي نفس الشيء تقريبا، نفس المحاضرات بالقوة الأساتذة هي نفسها موجودة بالكليات الحكومية، نفس التعليم، تعليم متدني جدا. لكن يختلف في موضوع المعدل، يعني احنا عرضنا هناك فارق كبير في المعدل بين الحكومي وبين الأهلي. دكتور، هي المشكله شنو؟ يعني حتى لو تخرج من كليه اهليه، يعني اذا انت مثلا ملكه تعيين بالعراق، اذا تريد تروح تسافر اي دوله تريد تشتغل او تتعين على اختصاص معين انت اخذته، فهاي الدوله ما تتقبل منك هذا الشيء، يعني تقول لك قبل تعال تعين، لا، تدخلك دوره. تدخلك دوره يعني، وتتاكد من 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 تعليمك هذا كان يعني مماشي على أسس صحيحة كتعليم، يعني على مستوى العالم، اللي أنت هذا المنهاج اللي تعلمته يعني صحيح على مدة درسته، هذا صحيح على مدة تتعين على هذا الاختصاص مالك. يعني أنا عندي صديق هاجر بال 2014 من العراق، يعني راح لألمانيا اختصاص البتروكيماوي، يعني يتعين، فالدولة اللي استقبلته دخلته دورة 6 أشهر، فهو مع العلم ما اخذ شهاده، وهو يعني تعليمه كان نقول يعني زين، يعني اختصاصه وهذا، فاخذ شهاده، قال له لا هاي شهادتك احنا ما حاليا لازم تدخل دوره 6 أشهر على مود تتاكد. نعم. اولا مو كاختصاص دكتور. نعم. كاختصاص يعرفون على مود التعليم ماله زين او مو زين. اولا دخلوه يعني برنامج على سلوكياته. نعم. على انضباطه بالكلام، على الأدب المهني والعلمي اللي يمتلكه. هذا هو كان يعني دراسة بالعراق صحيح. نعم. وهاي كلها سووله فحص، مثل ما يقولون سووله فحص كامل، يلا طلع فحصه ما بيجي، وطلع هو مقبول وعينوه بمجال اختصاصه بهاي الدولة اللي حاليا هو فيها. نعم. بالعراق اكو هم خريجين متوسطة وإعدادية ينطون رشوه او فلوس لدور الكليات الاهليه، يخلون يقبلوا شهاده، يقولوا له يسوي له درجات مثلا معدل 80 او 70 او 60، يقولوا لا تدخل على الكليه، هي شو فوضويه صايره الشغله. نعم. فهذا من يدخل الكليه، يعني اغلبيتهم هسه من تلفت اليوم يقول لك انا والله بالكليه فلان، انا كليه كذا، انا اختصاص كذا. نعم. تباوع عليه، يعني مو انسان مثقف، مو انسان دارس، مو انسان حامل شهاده. نعم. تلقي انسان على بالك يعني يقول انسان هامش، يعني ما يعرف. نعم. شنو تعليم.
فاني شلون الكليات موجوده؟ اذا هي من ناحيه الاستثمار. اني اشكرك محمد من بغداد كان معنا. تتحدث الاستاذه الجامعيه ميسون محمد وتقول بأن كلمة انهيار وتدهور التعليم في العراق قليلة مع حجم الكارثة التي يتعرض لها التعليم في العراق، مؤكدة بأن العراق يعاني من انهيار منظومة التعليم بأكملها. دعونا نتابع جانبا من بيان مشترك بين نقابتي الصيادلة وطب الأسنان في العراق حول عدم قبول انتساب خريجي الكليات الأهلية من اختصاصي طب الأسنان والصيدلة في العراق، فلنتابع. قررت نقابة أطباء الأسنان في العراق ونقابة صيادلة العراق عدم قبول انتماء خريجي الأقسام الطبية من الكليات الأهلية غير المرتبطة بالجامعة والكليات الطبية المرتبطة بالجامعة والتي هيكليتها الإدارية لا تطابق هيكلية مثيلتها من الكليات الحكومية، وذلك حسب أحكام المادة 47 تاسعا من قانون التعليم الجامعي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 التي نصت على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية اعتماد الهيكلية الإدارية المعتمدة في الجامعات الرسمية وإشغال الوظائف الإدارية على الملاك الدائم في الدراستين الصباحية والمسائية، وذلك وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل، وكذلك عدم قبول انتماء خريجي الكليات الأهلية التي لم تحقق معايير الاعتمادية وفق قانون التعليم الأهلي وتعليماته. وسوف تضع نقاباتنا آليات وشروط ومعايير اعتمادية الكليات الأهلية، ويتم الإعلان للجمهور عن الكليات الأهلية المعتمدة لدى النقابات ذات العلاقة وفق المعايير المطلوبة، وسيكون تقييم الاعتمادية سنوياً من قبل لجان تشكلها النقابتين لهذا الغرض. وكذلك نهيب بوزارة التعليم العالي الالتزام بتوصيات لجنة القرار 92 لسنة 2020 بكل تفاصيلها. راجين من المواطنين الكرام توخي الحذر والدقة في اختيار الكليات التي تضمن رصانة خريجيها وتحقق معايير الاعتمادية وقبول انتمائهم لدى النقابة المختصة لضمان ممارستهم المهنة في القطاع الخاص، والله ولي. نعم، معنا اتصال ابو عبد الله من صلاح الدين. ابو عبد الله بدقيقه، كيف ترى الجامعات الاهليه في العراق؟ جامعات مرحبا استاذ. كيف؟ تابع الاحزاب يعني. نعم. هاي يجوز 2025 هم راح يسوون كليه عسكريه اهليه، يسوون كليه شرطه عسكريه. ترى ماكو شيء، ترى هذا الشيء مو راهن يعني شهاده عجيبه بفلوس. نعم. هنا عندنا درجة الدكتور. نعم. درجة الدكتور من الشد يعني قريبة 100% يعني يلا يصير دكتور، بينما يروح المصر بدرجة 50 يروح يجيب شهادة من مصر ويجي، يروح يجيب شهادة من لبنان ويجي دكتور. ما أدري شو هذا البشر راح يجي يتعالج، يما بشر يجي راجع يما شلون. نعم. يعني استفدت من هذه الدراسة. إذا أنت تراها بوابة للاستثمار. أنا أشكرك أبو عبد الله من صلاح الدين وأعتذر منك لضيق الوقت. بالدقيقة الأخيرة نذكر بعض قصص خريجي الجامعات الأهلية. ترصد الدكتورة زينب الجميلي وهي أخصائية لجراحة الفم والوجه والفكين خلال عملها في مركز المأمون التخصصي لطب الأسنان في بغداد، ترصد ضعفا واضحا في أداء خريجي الجامعات والكليات الأهلية، وخاصة الجدد منهم يصل إلى حد الأخطاء الطبية في أمور بديهية، وتقول بأنها تتعامل مع عشرات الخريجين ممن يتم إلحاقهم بالكوادر الطبية عبر التعيين المركزي. قصة لأحمد طارق وهو تخرج من
طب الأسنان عام 2014 من كلية الرافدين بالجامعة الأهلية في بغداد بمعدل 85%، وكان معدله عند التحاقه 83%. يقول بأنه واجه كارثة بعد تخرجه بسبب ضعف التطبيق العملي أثناء الدراسة الجامعية، ما اضطره إلى العمل كمتدرب دون أجر في عيادات خاصة لتقوية مهاراته العملية. وقصص كثيرة حول الخريجين في الجامعات أو من الجامعات الأهلية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول الجامعات الأهلية، وكان التساؤل الرئيس في هذه الحلقة الجامعات الأهلية في العراق بوابة للعلم أم للاستثمار فقط؟ شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.